هذه الأيام العلاقة بين البيت، المدرسة، المجتمع هي علاقة تكامل، الأصل أن تكون كذلك. أين يقع العبء الأكبر في يعني المسألة التعليمية؟ يعني إن صحت العبارة، من المخول أن يبني الطفل فعلا البيت؟ الأم هذه أمنياتها، الأب، لكن مثل أحيانا أنه أنا أتمنى أقود سيارة لكن ما عندي رخصة فلن أقود ولا يمكن أن أقود، أقصد قانونا قادر واحد يخالف، أنا ما أريد واحد يخالف، أريد أنت كيف نجعل من هذا الشخص مؤهل إلى أن يعلم ابني؟ من المخول؟ بلا شك بأنه إحنا عندنا دوائر في عملية التعليم متداخلة، متداخلة، وكل واحدة منها كما ذكرت متكاملة. نعم. يجب أن أثق أنا كأب، يجب أن أثق في المعلم. لماذا؟ في السابق كان كيف تحصل أصلا عملية التعليم في السابق؟ كأنا مزارع أخذ ابني معايا واروح اعلم ابني الفلاحه من خلال المزرعه حقي، انا مزارع وابني يتعلم مني. وعندنا كلمه مهمه جدا عندنا في التعلم اللي هي عمليه النمذجه، فكان ابني يتعلم مني، انا كنت النموذج الافضل. جيد، فابني كان يتعلم مني قبل ما تاتي المدرسه. انا تاجر ابيع واشتري، فابني كان يتعلم من نموذجي في البيع والشراء. انا شخص طبيب، فابني كان يكون معايا نعلمه عشان يصير حكيم. حلو. اليوم مع طبيعه الحياه اصبح هناك احتياجات اكثر، لا تستطيع انت كاب الآن أن تعلم ابنك كل خبرات يحتاجها المجتمع، ولذلك أصبح عندنا الآن في المدرسة أكثر من تخصص وأكثر من مدرس، وتخصص في التخصص، وتخصص في التخصص. وهؤلاء المدرسين درسوا دورات ودرسوا مواد دراسية حتى يصبحوا متخصصين، وهم تربويين قبل أن يكونوا معلمين. نعم. ويجب أن تكون عند الوالد والوالدة اهتمام كبير جدا بمعرفة أين المدرسة اللي اخترتها لابني، وثقة كبيرة جدا في هذا المعلم. نعم. وذلك التشكيك في المعلم هو تشكيك في عملية التعلم. صحيح. ولذلك يجب أن نزرع، الأم والأب يجب أن يزرعون صورة إيجابية عن من؟ عن المعلم. المعلم، لأن إسقاط الرمز إسقاط لما يحمله. لذلك المأمون كخليفة ماذا كان يقول؟ كان المأمون يقول لمعلم ولده، وهو الخليفة المأمون كان رجل أديب. صحيح. يقول لمعلم ولده، يقول له الله الله بولدي، فإن ولدي يراني في كل حالاتي، يعني يشوفني وأنا زعلان، ويشوفني وأنا غضبان، ويشوفني لابس تبنم، ويراك في أحسن حالاتك. صح. فالحسن ما استحسنت، والقبيح ما استقبحت. نعم. جيد. وهنا يأتي الآن دور المعلم وأهمية أن نظهر صفة المعلم. إذن عندنا دوائر، مجموعة من الدوائر ستزرع عملية التعلم. عندنا دائرة كبيرة جدا وهي دائرة المجتمع. المجتمع بلا شك يعلم، خبرات المجتمع تعلم. نعم. إذن عندنا بعد ذلك دائرة الأسرة، والأسرة تعلم. ثم بعد ذلك عندنا دائرة المدرسة، والمدرسة تعلم. ثم دائرة الصف، والصف يعلم. هذه الدوائر المتداخلة يربط بينها كلمة سحرية يجب أن نعرفها، وهي الخبرات. جميل. ما الذي نقدمه من خبرة للطالب؟ ما الذي نسمح به أن يقدم من خبرة للطالب؟ نعم. وهذا الذي يعني تجنح إليه المؤسسات اليوم. يعني أنا لو عندي توظيف وأتاني اثنان، هذا يملك من الخبرات وهذا يملك تعليما لكن ما مارس الحياة، وهذا أنت قلت يجب أن تعليمك ينقلك إلى الحياة، أنا بحاجة إلى الخبرة. نعم. إذن هنا السؤال الكبير، ما دام قلنا أن الخبرة أساس والتجربة هي كذلك أساس، إذن المرحلة التعليمية لا تتوقف بحال، يعني التعليم لا ينتهي بالمدرسة. بلا شك. المدرسة هي عبارة عن بيئة تشبيهية تشبه الواقع لكنها ليست الواقع. أحسن. إحنا جابر عبد الحميد جابر عنده كتاب جميل اسمه السيكولوجية التعلم. حلو. وجابر عبد الحميد جابر يعتبر واحد من رواد التعليم، ليس على مستوى العالم العربي، على مستوى العالم. نعم. جابر عبد الحميد جابر يصف المدرسة بوصف عجيب، هذا الوصف ماذا يقول؟ يقول المدرسة هي منظمة اجتماعية، يعني المجتمع هو الذي أنشأها، تهدف إلى مساعدة الأبناء على حل المشكلات واتخاذ القرار. رائع جدا. إذن الهدف الأساسي من كل ما نقدمه داخل المدرسة أن يستطيع الابن أن يحل المشكلة الموجودة معه في المجتمع. إذن المعلم الذي لا يستطيع أن ينقل المعلومة، يعني ينقلها من ورق أبيض أو من كتاب إلى عقل الطالب ليراها الطالب واقع، لأن أحيانا أنا أذكر أيام متوسط والابتدائي كنت أقول إيش نعمل بالرياضيات، فكان واحد رجلا لطيف يعني مثلك ما شاء الله قال لي تدري مثال صدام السيارة أو كذا، هذا بمعادلات رياضية أنت لا تدركها اليوم، فأقصد هو قدر ينقل لي أنه علمك ستحتاجه غدا، إذن هذا الذي يجب على المعلم. نعم. إحنا